السلام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عواشركم مبروكة، ثم تعودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا ثم اللي عزيز عليكم. مرحبا بكم معنا في القناة من جديد. اللي جديد ما ينساش يتابونا دابا النت، فعل الجرس ومرحبا بك معنا. خوتي، اليوم ان شاء الله غنوريكم كي ديروا تربطوا بطاقة منحتي بالنسبة للطلبة الجداد اللي كانوا خداو بطاقة ديال المنحة مؤخرا، او حتى الطلبة الجداد، او حتى الطلبة القدام اللي ديجا كانوا خداو البطاقة وبغاو يربطوا البطاقة ديال المنحتي، او كذلك بالنسبة للناس اللي مشات لهم البطاقة ديال المنحة وبغاو يصيفطوا الفلوس ديالهم او بغاو يخرجوها وما لقاو كيديروا. هاد التطبيق كيمكن لك انك تخرج الفلوس ديالك بسهوله، تصيفطهم للشباك الاوتوماتيكي وتخرجهم بشكل عادي. ولهذا الى كنتي مهتم يا اخي او اختي، تبع من الاول حتى الاخر باش تستافد. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غتمشي للبلاي ستور او اب ستور على حسب النوع الهاتف اللي عندك. تمشي للخانه ديال البحث، تكتب بريد بنك موبيل، دير ريسيرش، يطلع لك التطبيق الاول، كليك عليه وانستاليه. تقريبا فيه شي 10 ميجا دغيا غيتيليشارجا. غدير فتح للتطبيق. خوتي، كما قلت لكم هاد التطبيق راه داروا ليه الميزاجور، ولا بواحد الشكل زوين، وكذلك ولا فيه واحد مميزات جداد. كنصح اي واحد عنده البطاقه ديال المنحه يتيليشارج هاد التطبيق ويفعلو. ونبداو على بركه الله. اول حاجه خوتي، فاش غيتفتح معك التطبيق بهذا الشكل، غادي لهذا الاختيار الاول، تكليكي عليه، اطلع لك هذه الصفحه اخي او اختي. غتهبط لتحت، غتجي هنا دير دومون دو كود داكتيفاسيون، تكليكي عليه. اول حاجه يا الاخوان، الخانه الاولى كيقول لك اعطيني رقم العقد. رقم العقد تسوني منين غنجيبو؟ رقم العقد يا اخي او اختي غتلقاه في الكونترا. الكونترا اول مره مشيتي تاخذ بطاقه ديال المنحه راه كيعطيوه لك، كتلقاه في واحد الجوه. داك الجوا فيه بطاقه من فيه بطاقه اسف فيه بطاقه منحتي، وفيه الكونترا، وفيه الكود ديال البطاقه. مزيان، تمشي غتجي ديك الورقه تلقى فيها الكود ديال الكونترا، تكتبو هنايا. من بعد ديال الاخوان تكتب رقم الهاتف ديالك. من بعد تكتب رقم البطاقة الوطنية بشكل صحيح، حتى غلط ما خصش يكون. من بعد ديال الاخوان غدير سويفو التالي اللي كنتي خدام بالعربية بطبيعة الحال. هنا الاخوان كيقول لك غنرسم لك واحد الميساج في التليفون ديالك، في النمرة ديال التليفون كما شفتو، هي وصلتني دابا. ندير اوكي وغنكتب داك الكود 31 88، غندير سويفون. هادي انا كيقول لك يا الاخوان لا تجيني شان غدير سويفون. هنا الاخوان هاد المرحله جد مهمه، كنصح اي واحد يركز فيها مزيان. تكتب واحد الكود متكون من 5 الارقام، حتى واحد ما يكون عارفو سوى انت بطبيعه الحال، لان هاد الكود الله يحفظ الا مشى لك التليفون ديالك يقدر اي واحد يفتح له التطبيق ويقدر يقوم بالعمليات، يقدر يصيفط الفلوس للحساب ديالو. لهذا هاد الكود كتبو ما يكون عارفو غير انت بوحدك. غتجي هنا تكتب كود متكون من 5 الارقام، من بعد يا اخي فاش غتسالي تكتب داك الكود اللي متكون من 5 الارقام، غدير سويفو وغتكون ساليتي من 3 ديال المرحلات. وغتجي غدير اكتيفي بريد بنك موبيل. على سلامتك اخي. لحد الان لقد تم تفعيل بطاقه لقد تم تفعيل تطبيق بريد بنك موبيل بنجاح. ادير اوكي وغتكتب داك الكود اللي قلنا متكون من 5 الارقام، اوتوماتيك غيتفتح معك التطبيق على هاد الشكل. مبروك اخي التطبيق ديالك. بالنسبه الى بتسهر مشى الصول ديالك، كتجي لهاد الاختيار الاول كتكليك عليه، وهنا كما كتعرف كتلقى الصول ديالك. انا راه خرجت المنحه ديالتي، هادشي اللي بقى ليا منها تقريبا شي 9 دراهم. المهم نتسناو الدفعه الثالثه. خوتي، هذه هي الطريقه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم. وما تنساوش لايك اخوتي للفيديو، بارطاجيوه باش اي واحد عنده بطاقه منحتي يستافد ويفعل التطبيق.
خوتي الى عجبكم هذا الفيديو كما قلنا بارطاجيوه، وخليت لكم الراحة، وعواشركم مبروكة، والله يعاونكم. إذا أعجبك الفيديو بارتاجي، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك الجديد.